ده تحشتهم يا عم ده بابا قال لي تحطهم تاني
خد يا هاني قلت هبص بالترتيب من هنا. لا تقريب حاجة ما توصل عند الحوار. غير الأماكن هنا. بص يا ريس على الدنيا عشان نحط على الشراب يمص بالبركون الكركون اللي في الأرض اللي عند البركون. والله العظيم ده قال لك يكتب كل حاجة في البلد. اللي هو ده؟ البلكون. لازم نحط تحت الشراب وما تاكلش اللي هو تحتيه ده. ما تاكلش البقدونس. ما تاكلوش ده هو بس عشان يديه منظر وريحة ومش عارف فيها ويخش الجمار. هو يقول يكتب. جبت كل حاجة فيها. هل في ناس صحيح؟ يعني مش لا عادي، هي لقيتها كويسة. بس تبلة من نية نفس الدين أنت. هي حلوة؟ مالحة قوي. مالحة. نعم. أنا طيب كده ها؟ أيوة ها؟ ما الحكي عادي. لا، أنت بتعمل عادي ولا ولا حاجة. أنت بتصحى بدري حتى يوم الجمعة؟ ها؟ بتصحى لما هي مثلا يوم الجمعة يبقى جاي. بتنزل ها؟ أنت بتنزل من بسم الله عاشوراء. جبتهم كلهم هاني؟ إيه. كلهم بس برجع الساعة كام؟ 10 يا أشرف حطيتنا بتاع ده في الخلطة. يوم ال ما بشتغلش لحد الساعة 9 كام بس؟ وكل يوم. لا والله. بس حلو. مجنون. طب ليه كده؟ ليه ما اشتغلش تاني بعد ال يعني من الساعة 1 للساعة 4 بيبقى زحمة أصلا. أي. لما تاخد مشوار هو مشوار واحد تاخد. أي. ساعة 4 ساعة. أي. مصر. في مصر من 4 عادي الساعة 7 بالظبط. أو قبل 7 بشوية. إيه اللي بيحصل أقسم بالله كويس. وبعدين؟ مستوى خالص. بعدين مش هتنزل في الليل مرة واحدة. بس لما سخن دول ما بص يا محمد. احنا نحطه بعد ما طب ماشي ما تحرك تنقلها في الثلاثة دي هاي عارف انا مش عاجبني اللي عصبه ليه؟ ده بالعكس بالعكس كلها في العلوم خلاص يا رايك توكل مع الله بسم الله جبت المية ضيف؟ حطه في ال حطه في املا البراد اللي هناكل فيه مالك ارتبك الدنيا توتر توتر لا ما هو مالك طبعا 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 طبعا
ثبت النسخ كويس. نعم يا عم حطه معلش هيا ايوه نعم يا عم يلا عاد رجع حلو بس خلاص العش كتير ما كنتش اشتاق حتى العش يلا كل واحد يسحب له رصيد يحط على الله يسحب له وين المية هاي عملت لسه سنة عشان احنا كنا استنيناك الناس وكنا هم عملت هطلع من حالي لا عليكم هين يا عبا زي ما تزبطوا معاش لهم لو لكم زي ما تحطي فيهين بعد ان يبين كله ما حطيه شي بدينا ليه طب ماشي يا خد حط القضيب في كيس شيبس ولا حاجه انا هطلع حط العظمه تعاوننا يا عم سيب زي ما هو جيب لنا ضيف يا راجل ما تفزناش يا محمد في قاعدين اللي هم قاعدين اللي قاعدين راحوا حوالين الزباله واقول لك انت متكنس فيه والقطه حاجه انت عملت ايه دلوقتي؟ عملت ايه؟ كات؟ نبقى هون أنت تعرف أصلاً إزاي؟ أوه يا من نبلة. لازم كل ما أقول واحد شيء حتى. ها. يدي حتى تعبان. معاي حتى. لا مريح مريح. أنت. أكل وعيلة. وعن مكث مكثبة. ممتاز. حجوك الدين مساعدة الله حجرنا جاب عشرة دخل بودكا طاقة ما تسمع حكاية دي بقصص كيف انت كده؟ انا ممكن اعرف بتدخل ازاي مثلا انت تقريبا ما تاكلش مش ها؟ بدي بعد يا مرة شاي يعني انت سكر اللي بالشاي لا والله مش بشرب السكر كده لا ما ينفعش يعمل مش عشان سيحلاتنا كده ما اعرفش اشرب السكر بس الدرايده وبيشرب ده بيشرب معلقه سكر طب ما يرش معلقه السكر دي عادي يعني لا انا مش زي كده انا بشرب الشاي الاخضر بشرب الشاي الاخضر انا مش بدي 50 سم بشرب القهوه والنسكافيه بس يا عم الحاج ده كده حلو والله وانا احط نص صغير نص صغير أبغى ما تصور من أنا أبغى كذا. لا والله. لا لازم تمشي. لا لا. ما هنصور أحسن. طب إحنا عمل.
شغال صح تصوير كده وحطها لها في الصوره زي مش محمد بس انا اجيبه انا جيت من هنا غريس العصابة اللي يطلع حتة ويلاقيها نية يحطها تاني على الإنسان الإنسان لو جاءها الموضوع ما بكده حتى هتطلع نية ولا هو طار كنا عاجبين من أخوي يا ما تكون بقى
أنا أول مرة أعمل حساب معه عنده موضوع شدري بثلاث سنين مثلاً في مسألة عادية. نخرب سنينك ده انا جاي وده انا كنت جاي كل